كده حلو ولا عايزين تعملوا فيلم؟ ما اهو احنا دلوقتي في اليومين بتوع الافلام واللقطة والترند والشهد والدموع، شغالين احنا كده. حتى الحزن ما بنعرفش نحزنه صح، حتى لما يكون في حالة حزن وفي حالة ألم مش عارفين يعملوها صح. يعني دايما بتبقى في حاجات كده، الأفورة بتبان وبعد وقت المشاهد كلها بتتعرف والقصة كلها بتعرف. ممكن تخدع بعض الناس بعض الوقت، لكنك لن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. ولسه لسه 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 اصبروا شوية كده، لأنه في حاجات كتيرة جدا هتقال، بس خليك ايه صبور. اخد الحق صنعة عشان الدنيا تمشي حلو. يتعرض لظلم وتقهر من الزعل أحمد رفعت ضحية من؟ الزمالك يعلن عدم متابعة مباراة الإسماعيلي حدادا على أحمد رفعت. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس. اتعرض لظلم وتقهر من الزعل أحمد رفعت ضحية من؟ فجعت مصر والوسط الرياضي أمس بوفاة اللاعب الشاب أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، بسبب توقف مفاجئ لعضلة القلب لتنهي حياة اللاعب الذي كان يحلم بمستقبل مشرق في عالم كرة القدم. توفي أحمد رفعت في منزله بالتجمع الخامس، حيث انتظرته أمه ليأخذ جلسة على جهاز المتابعة لحالة قلبه، ولكنه لم يستجب لندائها، وحاول الأطباء إنعاشه لساعات عديدة بالصدمات الكهربائية والحقن، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياته في الساعات الأخيرة. سيطر عليه الحزن واليأس والخذلان، عاد إلى منزله في التجمع الخامس بعد أن شاهد مباريات كأس الأمم الأوروبية مع أصدقائه، وكان مقررا أن يسافر خلال الأيام القادمة لإجراء فحوصات طبية في مستشفى في ليفربول وآخر في ألمانيا بعد التواصل معهم طوال الفترة الأخيرة بسبب تدهور حالته الصحية. الزمالك يعلن عدم متابعة مباراة الإسماعيلي حدادا على أحمد رفعت. أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عدم متابعة أحداث مباراة الفريق الكروي الأول أمام الإسماعيلي التي ستقام مساء اليوم حدادا على الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت. وكتبت الصفحة الرسمية للزمالك على فيسبوك: نعتذر لجماهير نادي الزمالك عن تغطية مباراة اليوم أمام الإسماعيلي حدادا على روح لاعبنا السابق أحمد رفعت، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. محمد صلاح ينعي أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت. نعى لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، والذي وافته المنية فجر اليوم السبت 6 يوليو بعد تدهور حالته الصحية. ونشر صلاح صورة رفعت عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات إكس وكتب: البقاء لله وربنا يصبر أهله كل حبيبه. محمد صلاح نعيا أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، ربنا يصبر أهله كل حبيبه. نعى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المحترف في ليفربول الإنجليزي أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد تدهور حالته الصحية. وكتب محمد صلاح عبر حسابه على إنستغرام: البقاء لله، ربنا يصبر أهله كل حبيبه. وجاء بيان مودرن سبورت كالتالي: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية. تم نقله على إثره إلى المستشفى ليتوفاه الله بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية
التي حدثت له يوم 11 مارس 2024. شقيق أحمد رفعت، اسألوا أحمد دياب ماذا حدث بسببه. قال محمد رفعت عن وفاة شقيقه لاعب كرة القدم الرائع، لكنها إرادة الله في استرداد وديعته، سقط وتوقف قلبه قبل الفجر. تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة أحمد رفعت. كشف مصدر مقرب من أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ كواليس الدقائق الأخيرة في حياة لاعب مودرن فيوتشر. كان أحمد رفعت يكشف اللحظات الأخيرة في حياته، سقط فجأة أثناء حديثه مع والدته. كشف محمد العسكري خال أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته قبل وفاته صباح اليوم السبت، وقال خال اللاعب ليلي كورا أنهم تلقوا خبر وفاته من خلال اتصال هاتفي مع والدته التي تقيم معه في القاهرة، وهو الأمر الذي أصاب كل أفراد الأسرة بحالة من الصدمة والحزن الشديد. وأضاف أن آخر اتصال من اللاعب الراحل كان منذ 3 أيام، وذلك للاطمئنان على صحته، مشيرا إلى أنه طلب منه الدعاء بشفاء وأبلغه بتحسن حالته وأنه مشتاق للعودة إلى الملاعب، لكنها إرادة الله في استرداد وديعته، سقط وتوقف قلبه قبل الفجر. تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة أحمد رفعت. كشف مصدر مقرب من أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ كواليس الدقائق الأخيرة في حياة لاعب مودرن فيوتشر. خال أحمد رفعت يكشف اللحظات الأخيرة في حياته، سقط فجأة أثناء حديثه مع والدته. كشف محمد العسكري خال أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته قبل وفاته صباح اليوم السبت. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب الوفاة الحقيقي للاعب أحمد رفعت؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.